الفقرة دي عندنا شوية أسئلة هتبان فيها كل واحد فيكم مهتم بالتاني قد إيه. هدير، آخر بوست حطه محمد على انستجرام؟ الريل اللي عملته أنا وهو بتاع ذكريات كدابة ده. أول بوست حطاه هدير على انستجرام. إيه الحاجة اللي ممكن تخلي أمين يقعد في البيت وما ينزلش؟ بص، هو جه زمان أول ما اتجوزنا رجله اتكسرت، ما قعدش في البيت برضه، يعني حتى ما رجله اتكسرت ما قعدش. سؤالي الأمين، عندكم ما شاء الله سليم وياسين، لو جت بنت ان شاء الله هدير نفسها تسميها ايه؟ جاسمين. صح؟ لا طبعا. جبتوا منين؟ دي بنت مين بقى؟ دي شوف بقى بنت مين بقى؟ بنت دي بنت مراتك الثانيه. كويس. لا سوري، لا ما كانتش هدير، ما كانتش هدير. لا لا مش دي امها. لا لا مش هدير، واحده ثانيه. السجل المدني على جاسمين محمد امين. مين الصاحب الجدع في حياة محمد أمين؟ أحمد نجيب. أحمد؟ أحمد نجيب. أحد صاحب من أيام المدرسة. حبيبي يا أحمد. ازيك؟ طب أمين، مين أقرب صاحبة لهدير؟ كريت ناخد بالنا عشان والله البنات ممكن تزعل. في أصحاب المدرسة اللي هم أولياء أمور مع ياسين وسليم، صحابة كلوز قوي بيخرجوا مع بعض. في أصحاب مدرستها هي بقى اللي كانت أصحابها، رنا وسكر. صح؟ قلت صح؟ صح. إيه الصفة اللي محمد ما يقدرش يسامح فيها حد؟ الكذبة. انا بس اللي اكذب. ايه الكلمة او الجملة اللي لو هدير قالتها لك تعرف ان في خناقة كده هتحصل بعد شوية؟ تعرف ان الدنيا مش خاموس. على حسب الموقف. انت فين دلوقتي؟ انت فين؟ ترجع عايزين نتكلم، وابتدي بقى كل شريط حياتك بيلف بقى كده. عملت ايه؟ طب انا ايه اللي عملت؟ كمل. أيوة ازاي؟ ما لازم اوطره عشان لما يخش البيت. خلاص بقى انا اعترف. امين كلمته عمرها ما بتنزل الارض ابدا الا قدام مين؟ مين اللي قالك انها ما بتنزلش؟ هي بتنزل. انت مكبر الموضوع ليه؟ ممكن بابا. ايه اكتر حاجه بتعصب هدير؟ وايه الحاجه لو جبتها لها ممكن تتصالح في ثانيه؟ هدير بتتعصب. فكر. هات لي ذهب. فكر قبل ما تفكر. لا هدير بتتضايق من موضوع الشقه بجد، يعني موضوع الشقه ده بيضايقها، مش ما بتحبش تشوف الشقه مكركبه. تتصالح ازاي؟ تتصالحش. ما بتتصالحش. ايوه بتقعد 3 ايام. مالك مفيش، مالك مفيش، مالك مفيش. نخش في القصه دي 4 ايام معاك يعني. لو اخترتي صفه واحدة تغيريها او تشيليها من امين هتكون ايه؟ بوم بوم بوم. هي حاجة حلوة وفي نفس الوقت يعني حاجة في اوقات معينة بتبقى صعبة. الهدوء الفظيع. بعد كده هتخلي معاكي. ثانية واحدة، ممكن عيد السؤال تاني؟ طبعا. حسن انا هو بقى مش عصبي بقى ده. بس يعني بصراحة انا هقولك الحاجة اللي بجد بقى، احنا قلنا الصراحة يعني. انا حاسة اتصرعت كده، لازم اعمل الاسئلة الاول. بتفتحي التليفون مع امين وبتبص على الصور والرسائل اللي بتجيله وكده ولا من غير ما هو يعرف ولا؟ لا 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 خالص صراحه. هو بيجي يعترف لوحده. كل يوم بيجي اخر اليوم. راجل فل. هو بيخش اخر الليل بقى بالكرابين وبتاع. اتفضلي حضرتك. بص يا دين، ايه اللي حصل؟ 1 2 3. ايه الحاجه اللي اشتراها امين وكنت شايفه ان هي تافهه جدا ومش مهمه بس هو كان مصمم عليها؟ كل حاجته تافهه. حبيبي كل حاجته تافهه. الحقيقه كل مشاريعه تحفه يعني. طيب ده سؤال ما بينكم انتوا الاثنين بقى، اكتر خيانات ما بينكم ومين بيصالح التاني الاول بصراحه؟ انا اللي بصالح يا باشا. صالحتني في ال 11 سنه جواز مرتين. طب نزل ايدك يا محمد. والله العظيم اهو، والله العظيم اقول الحق. انا اللي بصالح هدير. نزل ايدك يا محمد. طب بقول، طب بذمتك مين بيصالح؟ طب مين اخر واحد مصالح؟ انا برضه. طيب بعد الاهتمام الكبير اللي ظهر ما بينكم ومن الاجابات وبعد الصراحه اللي احنا اتكلمنا فيها، توصفوا شكل العلاقه دي بايه؟ باغنيه، اغنيه تغنوها سوا. اغنيه؟ كويسه. انت لسه والله. زي ما انت قمر في عيني. الله يسترك. ربنا يكرم اصلا.